أهلا بكم من جديد كل متابعي صحيفة أم دولما. اليوم هذه الصحيفة التي تقرأ وتبث عليكم وتنشر على الهواء مباشرة، وصلنا الآن إلى صفحة ملونة، صفحة مرصعة بالذهب، صفحة مرصعة بحواس السودانية التي تخترق العوالم وتقدم نفسها كشخصية جديرة بالتكريم، شخصية جديرة بالنظر إليها، شخصية جديرة بأن تكون دائما معرض صفاتها في شتى دول العالم في مكان وزمان واحد. نسعد من خلال هذه الأمسية أن نمنح وسام الصفحة الملونة للأستاذة أمل هباني، الصحفية والناشطة والعائدة للتو من نيويورك. الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على جائزة جانيتا ساغان، وهي مقدمة من منظمة العفو الدولية، تعطى للنساء يا سالي اللائي. المدافعات نعم عن حقوق النساء والأطفال، وأيضا اللائي يتعرضن لمشكلات بسبب هذا الدفاع المستميت عن حقوق النساء والأطفال في مجتمعاتهن. رحب بك أستاذة أمل، وحقيقة سعيدين جدا على نيلك هذه الجائزة، وألف مبروك على جائزة جانيتا ساغان المقدمة من منظمة العفو الدولية بأمريكا. حبيكم الزملاء الأعزاء سالي وأحمد، وشكرا لكم على الاستضافة. مرحبا بك. ويمكن تناقلت مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي صورة التكريم وصورة منحك الجائزة. بداية كلمينا عن إحساسك وأنت بتنالي جائزة عالمية كبرى، وكيف تفاعلتي مع الموقف واللحظة دي؟ كنت في قمة السعادة طبعا، وهي جائزة يعني تدي دفعة قوية للعمل الدفاع عن حقوق النساء، وأفتكر إنها هي يعني تكريم ليس لعملي وحدي بل لعمل كل النساء المدافعات عن حقوق النساء في السودان، عن حقوقهن وعن حريتهن، خاصة إنه إحنا بنعيش في ظروف صعبة جدا، يعني بنواجه انتهاكات فظيعة جدا. يعني من النساء في السودان من أكثر النساء اللي بيواجهوا انتهاكات، من انتهاك حقهم في الحياة في مناطق النزاع في جنوب كردفان في دارفور، لغاية حرياتهم الشخصية بالقوانين خاصة قانون النظام العام. ويعني المرأة دائما في ورطة وفي مشكلة وفي معضلة في السودان، فهو ده نضال بتاع نساء كثيرات جدا على مر سنوات كثيرة جدا. وأنا يعني بهدي لكل هؤلاء النساء الناشطات ولكل النساء المكافحات وصابرات في السودان. نعم، ألف مبروك مرة ثانية. وإذا سألناك عن مبادرة لا لقهر النساء، هل كانت هذه هي البذرة لتلقيك هذه الجائزة أم يعني التفاصيل؟ المبادرة يعني عملي كناشطة، المبادرة كان نشاط فيها نشاط جماهيري، وقفات في الشارع واحتقالات وكذا، وعملي كصحفية طبعا، وأنا بحيي كل الزميلات الصحفيات والزملاء، لأنه برضه بتعرضوا لمخاطر كثيرة، وما تعرضت له يعني كصحفية برضه من احتقالات وإيقاف للعمود، ويعني كثير من إشكاليات وفصل من العمل وكل المشاكل يعني اللي تعرضت لها كصحفية وككاتبة. فهي كانت لكل نشاطي ومجهودي يعني في مجال حقوق الإنسان خاصة حقوق النساء يعني. نعم. يعني لو عرفت لنا كمان بصورة أكبر الجائزة جنيت الساقان. هي جينيتا ساغان هي امرأة أيضا يعني واحدة من النساء العظيمات في العالم، كانت تدافع عن حقوق النساء وعن حقوق الأطفال، وكانت واحدة من النساء المؤثرات في إنشاء أمنيستي انترناشونال في أمريكا، ويعني الجائزة عملت باسمها لما قدمته في مجال حقوق الإنسان. يعني كيف تم الترشيح لهذه الجائزة؟ يعني هل بيحصل ترشيح لكذا شخصية ويتم من خلالها بعد ذاك التصفية لشخصية واحدة، ولا يعني مباشرة نعم يتم نعم الترشيح لشخصك؟ نعم، يتم الترشيح لعدد من الشخصيات. أنا يعني سعيدة أني رشحت من قبل عدد من الجيل الجديد، يعني شابات الجيل الجديد الجميلات هم بلوني بالترشيح، و يعني بتدخل المنافسة في بيكون في عدد كبير من الترشيح من كل العالم، وكنت الفائزة لعام 2015. هل أول امرأة سودانية تحصل على هذه الجائزة هي الأستاذة عمل؟ نعم نعم، ده سبق كبير جدا ومهم جدا لك حتى في السي في، انه أول امرأة سودانية تحصل على هذه الجائزة. يا ريت تكلمينا عن أجواء الاحتفال وأنت قادمة من السودان، وهنالك أيضا أفكار كثيرة جدا على السودان. نعم، هي يعني الشعب الأمريكي شعب جميل ولطيف جدا، وحاطوني بكثير من
الرعاية والمحبة. وأيضا الشعب السوداني أينما حل يعني هو شعب جميل أيضا، يعني السودانيين ما قصروا في نيويورك وفي واشنطن، والجالية السودانية في نيويورك عملت احتفال وندوة، والرابطة ومنظمة المرأة السودانية واتحاد الصحفيين وكل السودانيين يعني كنت محل احتفاء، ودي المحرية فيهم يعني، ودي أهلي في أي مكان هم بطبايعهم وكده. الجائزة دي قبل السي في يا أحمد، الجائزة دي أفتكر إنها يعني مشجعة لعملنا من أجل حقوقنا، وأنا أخذتها تحديدا في حملات المناصرة عبر الكتابة أو عبر المبادرة في مناهضة قانون النظام العام. قانون النظام العام يعني لازم الناس كلها تعرف وتعرف إنه هو واحد من أكثر القوانين يعني المسيئة للنساء والفقر للنساء وظلم للنساء، لأنه يعني بتعامل مع المرأة على أساس إنها هي ليست مواطنة وليست لها كرامة، وفي عقوبات سيئة جدا زي عقوبة الجلد للزي يعني المواد تحت الزي الفاضح الفعل الفاضح، وده شيء فيه إساءة شديدة جدا إحنا كنساء لن نقبله ولن نقبله، يعني حنحارب لغاية ما يعني نناهض قانون النظام العام لغاية ما يسقط هذا القانون تماما، لأنه قانون لا يمكن إنه يعني أي امرأة يعني تحاكم به وتحاسب به، إنه في انتهاك كبير لكرامتها زي ما قلت وحقوقها ولحريتها الشخصية ول يعني كل قيمة إنسانية وكل قيمة نبيلة هذا القانون هو ضدها يعني بكل منظومته. وهي أفتكر إنه السيفيل الأساسي والتكريم الأساسي إنه إحنا نصل في إنه أيوة يعني هذا القانون وننهي كل العنف المنظم. الآن هنالك يعني كمية من القوانين فيها إساءة للنساء وفيها انتهاك لحقوقهم، إحنا كان نجحنا في إنه نغير هذه القوانين نكون هذه هي الجائزة الكبرى. أستاذ عمل يعني نضالك وكفاحك عبر الصحافة والكتابة ودفاعك عن حقوق المرأة ويعني حقوق الطفل في السودان يعني وكتاباتك في الصحافة السودانية، عندما تأتي الجائزة من الخارج هل يثلج ذلك صدرك أم يعني أيضا تريدين أن يكون هناك رد فعل في الداخل؟ نعم، هو في الحقيقة أنا يعني في الداخل كرمت كثير جدا، و يعني قبل كده منظمة جهر ادتني جائزة أو يعني احتفت بي، أيضا مركز الخاتم عدلان قبل إغلاقه عمل كان واحد من المكرمات في 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 عنده تكريم لنساء كنت واحدة منهن، واحتفى بينا برضو بمجهوداتنا. أيضا الحزب الشيوعي كان كرم عدد من الصحفيات كنت واحدة منهن، ففي الداخل يعني الناس برضو ما قصروا. أيضا برضو في حملات المناصرة بالمناسبة حاجة مهمة جدا، يعني أنا في أي مشكلة في أي موقف في احتقال في قضية رفعت ضدي كان هنالك عدد كبير من المناصرين يعني هم اللي بيقووني هم بيسندوني يعني، وبيكون دائما في حتى من المحامين المتبرعين اللي بيقيفوا معي في المحاكم على راسهم استاذ نبيل اديب، انا من هنا بشكره جدا يعني لولاه لما يعني استطعت اني اواصل في يعني حملاتي وفي عملك صحفيه وفي عملك مدافعه عن حقوق المراه. فدوما في الداخل بس احنا يعني الحاجه ما بتبقى يعني الناس ما بينتبهوا لها الا تجي من برا من برا. نعم. طيب كيف تلقت رصيفاتك وزميلاتك الخبر واختيارك والجائزة؟ بسعادة شديدة جدا، وكانوا برضو يعني احتفوا بي احتفاء شديد جدا واحتبروها يعني كلنا انه ده نضالنا مع بعض، لان احنا ما بنقدر نقول يعني ما بقدر اقول اني انا يعني تميزت على زميلاتي. انا افتكر انه انا الموقف اللي فيه ده اي واحدة من مبادرة لا لقهر النساء بتستحق انها تكون فيه، لان هم نساء شجاعات حقيقة وجسورات ونساء صادقات يعني ملتزمات بقضايا النساء وبقضايا يعني خدمة قضايا حقوق المرأة في كل وقت وفي كل مكان ولكل فئات النساء. أستاذ عمل ماذا تأمل أمل الهباني للوصول إليه بعد ذلك، يعني بعد هذه الجائزة وتكريمك في الداخل والخارج، متى تقولين أنك حققت المراد؟ والله أنا يعني أحلم بإني أعمل عمل في مجال حقوق الإنسان حقوق النساء والأطفال بالذات يعني أهلني لجائزة نوبل. يعني أفتكر إنه إحنا نعيش في انتهاكات كبيرة جدا، وأنا بالنسبة لي زي ما قلت يعني إنه ما نفعله هو مشروع تغيير، لازم نعمل كده عشان يعني إحنا بنحلم بوطن
يسعنا جميعا وطن جميل وما بعيد. يعني السودان ده بلد عظيم وبلد أي إنسان فيه امرأة رجل طفل بيستحقوا حياة أفضل من كده، بيستحقوا حقوق أفضل من كده، من الحقوق السياسية للحقوق الاجتماعية للاقتصادية. فأنا بحلم بتغيير كبير، يعني تغيير في النظام السياسي، تغيير نحو الديمقراطية، نحو الدولة المدنية، عشان كلنا نعيش بموفوري الكرامة وموفوري الحقوق. أستاذة أمل هباني، ألف مبروك على هذه الجائزة، وأتمنى ألتقيك إن شاء الله في حصولك على جوائز أخرى.